شغل الربط والبلطجه اللي انتوا عاملينه ده ما ينفعش في اسم فيه المقدم علاء عبد الهادي. يعني الخناقه اللي انتوا عملتوها امبارح مع المتهم حازم هنداوي مش هتعدي على خير. يعني انتوا كده كده هتتحطوا في التلاجه. عارفين يعني ايه التلاجه؟ لو النبي يا باشا بلاش التلاجه دي. ايه يا ده عملت فرخه ليه يالا؟ مش كنت عامل لي ذكر؟ انا هوريك انت ذكر ازاي. امين عبد الرازق. تمام سيادة. خد الوغش دول ونزلهم على الحجز تحت، وسيب المتهم حازم هنداوي عشان عايزه. تمام يا فندم، الدكتور خالد هنداوي لسه جاي بره دلوقتي وعايز يقابل حضرتك. تعليماتك. طيب خد المتهمين الاول ونزلهم الحجز تحت، وبعدين خليه يدخل. تعليماتك يا فندم. يلا يا ابني انت وريني جمال خطوتك. يلا. اتفضل يا استاذ حازم. على فكرة أنا زبون دايم عند الدكتور خالد هنداوي. الله، مش السعيد. اتفضل. حازم، طمني عليك. علاء بيه، ايه الصدفة دي؟ ازيك يا دكتور؟ أخبار حضرتك ايه؟ انت اللي جبت. أنا مستغرب، الأستاذ حازم دخل في الموضوع ده ازاي؟ هو للأستاذ حازم أي أعداء؟